قضت محكمة في موسكو بالسجن سنتين على الشابات الثلاث في فرقة بوسي رايت الروسية بتهمة إثارة الشغب والتحريض على الكراهية الدينية بعد قيامهن بالغناء ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كاتدرائية موسكو الرئيسية. القضية أثارت انقساما عميقا في المجتمع الروسي، فبينما نددت الكنيسة بما اعتبرته تدنيسا لحرم الكاتدرائية وبهجوم منظم ضدها، فإن آخرين اعتبروا أن الملاحقات القضائية بحق أعضاء الفرقة الموسيقية هو نموذج لقيام التحالف بين الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية على تقليص هامش الحريات باستخدام القانون. القصة بدأت في 19 من شهر شباط فبراير الماضي، حين دخلت شابات ثلاث في العشرينيات من العمر كنيسة المسيح المخلص ليطالبن مقنعات الوجه العذراء مريم بتخليص روسيا من رئيسها فلاديمير بوتين. وبعد أسابيع من هذا المشهد الذي أثار ولع راهبات الكنيسة، ألقي القبض على فرقة بوسي رايوت وطالب الادعاء بسجنهن 3 سنوات. القضية اتخذت طابعا عالميا، مظاهرات ورسائل للرئيس نفسه تطالب منذ أشهر بالحرية لفرقة بوسي رايوت. هذا محزن جدا، تدعي روسيا بأنها دولة ديمقراطية، ولكن من الواضح أن بوتين يتمتع بالسلطة المطلقة، وهكذا أوضحت الانتخابات الأخيرة، ويبدو أن مجرد الاعتراض في روسيا غير ممكن. وتشهد عدد من العواصم الأوروبية حركات احتجاج واسعة النطاق. رد القضاء الروسي جاء منتصف النهار، حيث أصدرت محكمة موسكو حكما بالسجن لسنتين على الشابات الثلاث بتهمة التحريض على الشغب وخرقهما للنظام العام على حد تعبير القاضية. هكذا انطوت إذن صفحة في تاريخ القضاء الروسي، السجن لسنتين للبوسي رايت. تخسر الأمهات والشابات عامين من العمر في مقابل تزايد شهرة الفرقة ومحبيها في أطياف العالم. المزيد معي في الاستوديو رافائيل ساكوف مراسل الخدمة الروسية في بي بي سي. رافائيل مرحبا بك. بعد صدور الحكم على فتيات على 3 فتيات من فريق بوسي رايت، يبدو أن الكنيسة الآن الكنيسة الأرثوذكسية تقف أيضا متهمة إلى جانب الكرملين فيما تصفه منظمات حقوق الإنسان بأنه قمع للحريات العامة. هل هذا هو الانطباع داخل روسيا؟ Hello. Of course, most experts say معظم الخبراء يقولون أن هذه ضربة للنظام القضائي الروسي وللحكومة الروسية وأيضا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لأنه تقريبا لا أحد يعتبر الصراخ في الكنيسة غير مقبول، ولكن الكثيرون يعتقدون أن الصراخ في الكنيسة غير مقبول، ولكن هذا الحكم غير متناسب مع فعلته الفتيات، ومعظم الناس يقولون إن من الأفضل أن يحكم على الفتيات بنوع من الخدمة في المجتمع، ولذلك المجتمع الروسي منقسم على نفسه بالنسبة لهذه القضية أكثر من انقسامه بشأن قضية ميخائيل خودوركوفسكي، ولذلك بإمكاننا أن نقول أن هذه كانت من القضايا التي تم توقع حكمها في روسيا. قبل أن أسألك رافائيل عن ما يحكى عن التضييق للكرملين على معارضيه وأن هذه آخر فصوله، موقف حرج للكنيسة الأرثوذكسية أن تجد نفسها في صف الرئيس فلاديمير بوتين تغض النظر عما تقوم به مادونا المغنية العالمية أو فرق البنك العالمية عندما تأتي لروسيا، ربما في بعض أغانيها إساءة للديانة المسيحية، لكنها تغض النظر عنها، لكنها تربط نفسها بما قامت به فرقة بوسي رايت، من أنها بالرغم من أن بوسي رايت لم تقوم بشتم الكنيسة بحد ذاتها.
Yes, you see, that was of course mostly directed هذا كان موجها إلى فلاديمير بوتين بصفة خاصة وإلى التأييد الذي تقدمه الكنيسة لفلاديمير بوتين قبل الانتخابات. هذا حدث في فبراير شباط وفي مارس آذار كانت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بالولاية الثالثة فلاديمير بوتين، ولذلك بإمكاننا أن نقول إن الانتقادات كانت موجهة إلى بوتين، ولكن هذه الكلمات حول الإطاحة ببوتين وهي كلمات التي وردت في أغنية بوسي رايت لم يتم غناؤها في الكنيسة، ولكن تمت منتجتها في وقت لاحق في الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب، ولذلك معظم الناس يقولون إنهم إن هناك تصرفا من نوع ما في روسيا والدعم من مادونا وبول ماكارتني وآخرين. هذا لم يساعد. باختصار رافائيل، ما الذي يعنيه كل ذلك بالنسبة لما يقال عن تضييق على الحريات العامة؟ ما هي الصورة في الشارع في موسكو؟ أنت تعيش في موسكو. Of course, in Moscow, في موسكو الناس يعتقدون أن هذا إطفاء راديكالية على العملية. كان هناك مسيرات قبل صدور هذا الحكم وكانت مسيرات بعد الانتخابات البرلمانية في ديسمبر والانتخابات الرئاسية في مارس. نظمت 10 مسيرات وستنظم في سبتمبر مسيرة أخرى يتم التحضير لها الآن، وأحد المنظمين يقولون أنها ستضفي مزيدا من الراديكالية، وحتى ميخائيل بوخاروف الملياردير الروسي الذي أراد أن يشارك في الانتخابات ولكنه طبعا مني بالهزيمة. هو قال أيضا وهو مناصر لبوتين، حتى هو قال إن هذا كان قرارا خاطئا للحكم بسنتين على الفتيات. رافائيل ساكوف مراسل الخدمة الروسية في بي بي سي، شكرا جزيلا لك. هكذا نصل إلى نهاية برنامج العالم هذا المساء لهذه الليلة. شكرا على بقائكم معنا وإلى اللقاء.